أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر، والله لو كانت من وراء جدار، بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء، لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل ذليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ. والله هو المبلغ عن أهل السنة. أفيحارب الحق بالباطل؟ أيضيق على أهل الحق في حقهم حتى لا ينطقوا به، أو حتى يعزلوا عن الناس من العوام؟ والعامي مشتق لقبه من العمى، فهو كالبهيمة العجماء تمضي وراء سائقها أو تتبع قائدها، ولا تسأله أين يتجه ولا حيث يريد. فلا يحارب الحق بالباطل، والحجة لا تحارب إلا بالحجة، لا تحارب الحجة بتنفير الناس عنه. الحق لا يحارب أصلا، والحجة لا تحارب إلا بالحجة، ولا تواجه إلا بالحجة. وأما قتل القائم بالحجة أو نافيه أو تصميته أو تسكيته أو ترويعه أو إرهاب الناس لينفضوا عنه، فوالله ما يبلغ من حجب الحق شيئا، وإن الله لمنفذه إن شاء جل وعلا بقدرته ورحمته. وكذلك وعد: ولينصرن الله من ينصره. من نصر الله بإقامة دينه والدعوة إلى سبيله والتزام منهاجه واتباع صراط رسوله نصره الله، ومن نصره الله فمن يهزمه، ومن أعزه الله فمن يذله، ومن رفعه الله فمن يضعه، ومن أكرمه الله فمن يهينه. نسأل الله أن يحسن ختامنا.